بالنسبة للتغذية كناكل عادي جدا، ولكن كندير سبور سكواد دائما باستمرار، هذا هو سر الرشاقة ديالي. ولكن بالنسبة للتغذية ما كندير لا ريجيم لا والو، كناكل عادي. اصلا انا العظام ديالي ضعيف، يعني ماشي شي وحده اللي خصني نهتم زياده عن اللزوم على الرشاقه ديالي، حيت اصلا العظام ديالي كما كنقولوا رقيق. ما كنعمل حتى حاجه، كندير زيت ارغان حيت انا لابو ديالي ناشفه بزاف، ملي كندير فونديشن ولا شي حاجه كيبقى ملي كتقرب لعندي كتحس بحال كتقشر حيت لابو ديالي ناشفه بزاف، فكندير زيت ارغان فقط. ساليت بتسجيل اغنيه من كلمات الحان جوكر توفيق المغربي، وغنصورها ان شاء الله هذا الاسبوع، اخراج حسن الكرفتي وانتاج الزوج ديالي ان شاء الله، وغتكون في جميع القنوات العربيه وعلى قناتي في اليوتيوب شهر واحد ان شاء الله. وي ديجا عندنا، ديجا عندنا، ويعني ما كنهضرش، ما كنبغيش نهضر عليهم في السوشيال ميديا، حيت لان يعني مشروع ماشي ديالي، ديال المشاريع ديال الزوج ديالي. على داكشي يعني كاينه بزاف ديال الصحافه كيجيو لعندو المطعم ديالو داكشي، وكيديروا لي زانترفيو، كيصوروا عنده بزاف ديال الحاجات، ولكن انا ان شاء الله المشروع ديالي يعني بوحدو. كنفكر انني ندير مشروع، ولكن كاينه هما اربعه ديال الافكار في بالي. خصني مني ندير شي حاجه نديرها مدروسه مزيان ان شاء الله. من طبيعة الحال عندهم العلاقة بالأناقة والمرأة. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تديروا أبوني في لاشين يوتيوب.